1920 تم تجديد مسرح حديقة الأزبكية، وافتتحه خليل المطران بخطبة مشهورة، وأطلق عليه شركة ترقية التمثيل، وكانت خاصة بفرقة أولاد عكاشة من خلال طلعت حرب الذي اشتراه وجدده. مقابل 12 جنيها عن كل عام استأجرت الحكومة المصرية مسرح الأزبكية، وتم بناء ما تهدم من المسرح، وقام الإيطالي فيروتشي مدير عام المباني السلطانية وقتها بأمر من طلعت باشا حرب بتصميم المبنى الجديد، وهو القائم حتى الآن. يمكن التكوين بتاع الصالة ومنصة العرض العازل للصوت والإحساس بقدسية وقيمة الهزة الخشبة، الكلمة على خشبة المسرح القومي وأداء الممثل ليها بيبقى لها استجابة وتأثير عند المتلقي أزعم إن هو مختلف عن أي خشبة مسرح أخرى. المسرح القومي ده مؤسسة قديمة فيها أساتذة إحنا تعلمنا منهم، هم فعلا البذرة اللي اتحطت وإحنا الزرع اللي قمنا بعد كده. أنقذ المسرح القومي من التراجع تأسيس الفرقة القومية للتمثيل برئاسة خليل مطران عام 1935، وسميت فيما بعد فرقة المسرح القومي. هوني عليك يا إيزيس، هوني عليك. لقد حذرت زوجي عاقبة هذه السمعة بين الناس. الخشبة الصغيرة اللي بنشوفها أمامنا وأمامها إطار من الخطيفة، هذه الخشبة الصغيرة عبارة عن دنيا مضغوطة، لأن على هذه الخشبة الصغيرة ممكن أن نقدم جميع الأحداث سواء كانت تاريخية أو حديثة، وجميع القصص والتأليف المسرحي، وكل الشخصيات المرسومة، وكل المؤلفين الذين يستطيعون أن يكتبوا عن المسرح بيرسموا لنا صور عن الحياة سواء في الماضي أو الحاضر.
مش أي حد يقدر يقف على خشبته ويحترمها هذا الاحترام ويجلها هذا الإجلال. أنا أجل وأحترم خشبة المسرح القومي وأتشرف بانتمائي إلى المسرح القومي. المسرح القومي ده أنا بعتبره بيتي ومعبدي. أنا باجي فيه أبقى كأني داخلة محراب. خشبة بتاعته دي أنا وقفت عليها وأنا عندي 18 سنة. كنت باجي مع أمي الله يرحمها، وهي كانت أحياناً بيبقى لها عروض على المسرح القومي، على ما هم بيحضروا بروفة بيعملوا حاجة، فكنت أنا الخشبة دي واخداها جري من هنا لهنا من ساعتها، وهو الحلم. أحس إن أنا قامتي بقيت طويل القامة عريض المنكبين، صوتي عالي، بحس بنفسي، بحس إن أنا مميز، إن أنا ممثل مميز. أنا واقف أمثل على خشبة المسرح القومي. المسرح القومي هو همي الأول، يعني كان قفزة في تاريخي. أنت تأتي إلى هذا المكان لأن هناك قيمة فنية بتقدم على خشبة هذا المسرح، واللي يستحق يقف على خشبة المسرح ده من ولاده هو اللي جامد، هو الفنان كبير. المسرح القومي له واقع مختلف، يعني بتحس أنك أنت في عراقة، في أصالة، في فن عظيم أنت هتخش تعمله. لقد بدا المسرح القومي لأكثر من 100 عام كشجرة طيبة ربيعها دائم وثمارها لا تنقطع، أجيال تسلم أجيالاً رايات الإبداع والإمتاع الفني. وكشفت خشبته العريقة عن وجوه فنية كانت ولا تزال ملء السمع والبصر.